ربنا ما اعرفش. المشير ابو غزاله وزير الدفاع ايام الرئيس المرحوم البطل انور السادات، فهو طبعا قديم وقائد سلاح المدفعيه في حرب اكتوبر، فهو من ابطال حرب اكتوبر. وانا لا انكر ان حسني مبارك من ابطال حرب اكتوبر، انا بتكلم على اللي حصل بعد كده، وله مؤلفات عديده وكتب عنه كتير، شخصيه مرموقه. انا شخصيا ليا معاه كده قصه كده هامشيه كده، كنت مره سايق العربيه، فكان يعنيها مصر مليان عربيات مازدا في البلد، كانت مبدوره عربيات مازدا من اليابان، فلقيت عربيه مازدا طالع منها تلات قرايه كده شكلهم غريب وكوبيه بابين بس، فقلت امد شويه اشوف مين اللي سايقها ده واشوف العربيه من الجنب، واذا بيا افاجئ ان فيها المشير ابو غزاله في عز مجده وقوته. ويعني الراجل لاني عايز ابص له واسلم.